صباح الخير، عاملة ايه النهاردة؟ صباح الخير، الحمد لله كويسة. عرفتي بقى كده إجابات كل الأسئلة والحاجات اللي عايزة تعرفيها النهاردة؟ عاوزة أضيف اسمي وصورة في الصفحة من فوق خالص، وكل ما أفتح صفحة جديدة برضو يكون اسمي والصورة بيتكرروا لوحدهم. ترقيم الصفحات هنضيفه كالتالي، هنروح لقائمة الانسيرت وهنلاقي جروب اسمه هيدر اند فوتر، هنفتح البيج نمبرينج يعني الترقيم ونشوف احنا عايزين نحط الترقيم ده فوق الصفحه خالص في اعلى جزء من الصفحه ولا في اسفل جزء من الصفحه ولا عايزين نحطه في الهامش. تعالوا نحطه في اسفل الصفحه خالص ونقول له مدينا كذا اختيار، ممكن يمين شمال وفي النص، واحنا هنختار اللي في المنتصف بالشكل ده. هنلاقي فعلا ان ظهر قدامنا خط كده متقطع وفي تحتيه رقم واحد وفي كلمة فوتر. فوتر يعني ايه؟ يعني تذييل الصفحة، وده هياخدنا ان عندنا كل صفحة من صفحات الوورد فيها حاجة اسمها الهيدر وده رأس الصفحة، والفوتر وده تذييل الصفحة يعني الجزء السفلي من الصفحة، والهيدر الجزء العلوي من الصفحة. ولو جينا نعمل صفحة جديدة، وبنعمل صفحة جديدة ازاي؟ هقف كده في أي جزء من الصفحة اللي أنا واقفة فيها وهدوس كنترول وانتر، هلاقيني في صفحة جديدة. تعالوا نشوف كده الترقيم مضاف فيها ولا لأ. هنلاقي رقم الصفحة فعلا موجود في الجزء اللي تحت. عاوزة كمان أضيف كلمة خطة ورا الكلام كده بحيث تبقى باينة في الصفحة كلها. حلو قوي اللي بتقوليه ده. تعالوا كده يا ولاد نشوف مع بعض ازاي نقدر نضيف صورة ونقدر نضيف اسمنا كمان في الصفحة، وكل ده يتكرر في كل صفحة نفتحها. هنروح كده للجزء العلوي اللي فوق وهنضغط كليك مرتين على طرف الصفحة، تمام؟ هيتفتح لنا تابويب جديد اسمه هيدر اند فوتر. احنا عايزين نضيفه فين؟ في الهيدر. يبقى واحنا واقفين في الهيدر كده اقدر اعمل ايه؟ اروح للهيدر الجزء اللي احنا شايفينه ده ونفتحه، وعندنا كذا اختيار. ممكن احط عنصر واحد بس في الهيدر، او ممكن تلات عناصر، او ممكن برضو عنصر واحد. هروح قصدي اختار التلات عناصر، فهلاقي ان انا ظهروا معايا بالشكل ده. هروح للجزء الاول ده وهعمل كليك عليه، اعمل سيلكشن على الجزء ده. وبعدها هعمل ايه؟ هروح للجروب اللي اسمه insert، هلاقي في حاجة اسمها pictures. pictures دي from your computer. طب لو انا صورة يعني من على الجهاز اللي انت شغال عليه، طب لو انا مش عندي الصورة وعايز اجيبها اونلاين، يبقى هروح لاختيار اللي جنبه اللي اسمه online picture. خلينا دلوقتي في البيكتشر الموجودة عندنا في الجهاز بتاعنا، ونروح انا عندي على الديسكتوب في صور، ولتكن مثلا صورة زي كده، وهقول له ايه؟ هروح اختار الصورة اللي انا عايزاها، اشوف انا مكانها حافظاها فين، انا عندي على الديسكتوب، واروح هنا واقول له انسرت يعني ادراج، هلاقيها اتحطت بالشكل ده. طب الصوره كبيره قوي، اعمل ايه؟ همسك اي زاويه من الاركان دي وبالماوس بتاعي وابتدي اصغرها لحد ما اوصلها للحجم اللي انا عايزاه، تمام؟ طيب عايزه اضيف ايه كمان؟ عايزه اضيف اسمي، وليكن مثلا في الجزء ده، هروح عامله سيلكشن عليه واكتب يدوي، بقى اكتب سحر كده، انا ضفت اسمي خلاص. طيب لو انا حبيت ان انا اضيف مثلا التاريخ كمان، هروح للجزء الثالث وهعمل عليه كليك بالماوس علشان ابقى عامله عليه سيلكشن، وهروح افتح الهيدر والفوتر واقول له طب انا عايز اضيف هنا الديت اند تايم، التاريخ والوقت بتاعي. التاريخ والوقت ليهم تنسيقات مختلفه، ممكن اضيف اليوم والشهر والسنه، ممكن كمان اضيف اسم اليوم واسم الشهر اللي انا فيه ورقم اليوم، ممكن اضيف كمان معاهم الوقت، والوقت ده ممكن اضيفه ساعات ودقائق وثواني، واي ام وبي ام. اي ام معناها صباحا، وبي ام معناها بعد الظهر. تعالوا نختار ان احنا مثلا ساتردي ده ونقول له اوكي. هلاحظ حاجه بقى تحت كلمه الاوكي دي، في حاجه اسمها ابديت اوتوماتيكلي، يعني كل ما افتح لو عملت عليها تشيك، يبقى كل ما هفتح الملف بتاعي هلاقي ان التاريخ والوقت بتوعي اتحدثوا. النهارده 4 او 6 جولاي، لو فتحت بكره هلاقيها 7، يعني 7 جولاي، يبقى انا كده حدثت التاريخ بتاعي. خلاص هنقول له اوكي، هلاقي فعلا ان التاريخ اتضاف معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب تحبي تعرفي ايه كمان؟ عاوزه كمان اضيف كلمه خطه ورا الكلام كده بحيث تبقى باينه في الصفحه كلها. تقصدي العلامة المائية، تمام؟
العلامة المائية دي يا ولاد بنلاقيها كتير جدا، وخاصة لو احنا بناخد مثلا درس في مركز تعليمي بيدونا مذكرات وبيبقى موجود في نص الصفحة كده اسم المركز وبيبقى تقيل شوية. طب ده بيضيفوه ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. هنروح لحاجة اسمها تبويب الديزاين ونعمل عليه كليك كده. هنبص جهة اليمين هنلاقي حاجة اسمها ووتر مارك، يعني علامة مائية. هنفتح السهم ده هنلاقي فيه اختيارات جاهزة، كلمة كونفيدنشال، كلمة درافت، كلمة سامبل. أنا مش عايزة كل ده، لا أنا عايزة أضيف كلمة معينة. هختار بقى من تحت هنا كاستم ووتر مارك واعمل كليك عليها، فهيتفتح معايا الويندو دي. اول اختيار فيها نو ووتر مارك، يعني ما عندناش علامه مائيه، بس انا هنزل واختار بيكتشر ووتر مارك واقول له لو سمحت عايزه سيلكت بيكتشر. طب لا انا مش عايزه صوره. ممكن ننزل على التكست ووتر مارك نضغط عليها كده، وهنلاقي فيها كذا اختيار من ضمنها اختيار التكست، يعني الكلمه اللي انا هحطها ايه. هي هنا قالت لنا ان هي عايزه تحط كلمه خطه، تعالوا نكتب كده كلمه خطه باللغه العربيه. كتبنا كلمة خطة، بيديني كمان ان انا اختار نوع الخط اللي هتتكتب بيه الكلمة، وكمان بيديني حجم الخط. هنا كتبهولي اوتوماتيكلي، تعالوا نجربه كده ونشوف. ممكن كمان الكلمة دي تتحط يا اما بشكل افقي او كمان ممكن تتحط بزاوية، تعالوا كده نجرب. هنلاقي في عندي حاجة اسمها ابلاي وحاجة اسمها اوكي. لو ضغطت على الابلاي هيديني شكلها على الصفحة عامل ازاي. تعالوا كده نبص ابلاي. الله دي كلمه خطه فعلا بانت ورا اهي، تمام. طب لو انا عايزه اصغر شويه الخط بتاعها يبقى اروح للسايز وبدل الاوتو تعالوا نختار مثلا رقم 40 ونقول له تاني ابلاي. فايه واضح ان هي صغرت جدا، تعالوا نقول له اوكي ونطلع ايه نشوفها كده بنفسنا بره. يا دي صغيره جدا، لا نرجع مره تانيه على طول للووتر مارك ونقول له كاستم ووتر مارك، والمره دي هنختار خط اكبر وليكن الاوتو كان كويس. ولو عايزه بقى اغير لونها بدل ما هي رمادي، لا انا عايزاها تكون لونها بلون اخضر، تمام، وهقول له ابلوي. فهلاقيها كبرت وبقى لونها اخضر فعلا. طيب دي حاجه كمان هنلاقي في كلمه سيمي ترانسبيرنت جنب الكالر تاب. طب دي بتعمل ايه؟ تعالوا نشيل التشيك ونشوف هتعمل ايه ونقول له ايه ابلوي. بقت تقيلة، يبقى أفهم من كده إن السيمي ترانسبيرنت بتخلي الكتابة شفافة قوي أو خفيفة، وده بيكون أفضل علشان نقدر نقرأ الكلام اللي موجود فوقها. يبقى نعمل كده ونعمل أبلاي وندوس خلاص بقى كلوز. المرة دي يبقى كده أضفنا علامة مائية للملف بتاعنا. عايزة تعرفي إيه كمان؟ طيب مفيش حاجة كده تخليني أكتب نفس الكلمة وأكررها كذا مرة بسهولة من غير ما اكتبها بإيدي كل مرة؟ تمام، يبقى انت كده عايزه تعرفي ازاي تعملي كوبي وبيست. هنعمل كوبي وبيست ده ازاي؟ تعالوا نقول لو احنا عايزين مثلا ناخد كلمه زي قراءه روايه بوليسيه هنظلل عليها بالماوس بتاعنا وناخدها كنترول سي، او نروح للجروب اللي اسمه كليبورد ونختار كلمه كوبي بالشكل ده. كده خلاص انا بقى معايا نسخه من الكلمه دي، عايزين نحطها بقى في اي مكان من الملف بتاعنا هنحطها. نعمل كليك هنا في السطر ده ونرجع نقول له لو سمحت اعملي بيست، يعني الزق لي الكلمه دي هنا. بصوا اتلزقت معايا، اقدر بقى احط الكلمه دي في اي مكان على في اي حته في الملف بتاعي. كده انا عملت كوبي وبيست. كان ممكن كمان اخدها كات، يعني اقصها خالص. تعالوا نقصها مثلا من هنا نقول له كنترول اكس واجي احطها في الحته دي بعد كلمة يومي واعمل كنترول في. يبقى انا كده ايه حطيتها في الحتة دي، قصتها بقى خالص واصبحت مش موجودة في مكانها الاصلي، وده الفرق ما بين الكوبي والبيست. عايزة تعرفي ايه كمان؟ طيب ساعات كده بقرا حاجات بتعجبني في موقع وببقى عايزة انقلها عندي على الورد، بقعد اكتبها وبتاخد مني وقت طويل، هل في حاجة جديدة اعملها وما تاخدش مني كل الوقت ده؟ يبقى انت عايزه تعملي كوبي وبيست، ولكن في المره دي هتاخديها من موقع انت فتحتيه. تعالوا كده نفتح اي صفحه موقع الكتروني وليكن ده. طيب لو قلنا عايزين ناخد الجزء ده فهناخده كده سيلكشن بالماوس بتاعنا، وهنعمل ايه؟ يا اما نعمل رايت كليك ونقول له نسخ كوبي، او ممكن نعمل كمان الاختصار اللي هو مكتوب ده اللي هو الكنترول بلس سي. فتعالوا نجرب الكنترول والسي، كنترول سي، ونرجع للملف بتاعنا تاني نضغط عليه كده سواء بالتاب او سواء عن طريق ان احنا نروح بالماوس ونختار الملف بتاعنا اللي احنا واقفين عليه.
تمام، ونقف مثلا في الحته دي ونقول له كنترول في او نقول له بيست، اي حاجه من الاثنين زي ما احنا عايزين بالشكل ده. فكده عملنا نسخه من النص بتاعنا. عايزه تعرفي ايه كمان؟ بابا لما فرجته اللي كتبته قال لي كويس، بس كده لما نطبع هياخد ورق كتير. احذفي المسافات اللي ناحيه الشمال واليمين، بس انا مش عارفه اعملها ازاي. يعني كده عايزه تعرفي المارجنز. تمام، طب اولا ايه هي المارجنز؟ المارجنز اللي هي الهوامش، يعني الجزء اللي بيبقى شمال ويمين الصفحه وفوق وتحت، ده بنسميه هامش. طيب تعالوا كده نبص على الصفحه بتاعتنا، هنلاحظ ان السطر بيبتدي من هنا، تمام، من المكان اللي انا بشاور عليه ده، كلمه تعلم او تعلم. هنا بقى ناحيه اليمين في جزء ابيض فاضي، طب ليه مش بيتكتب فيه؟ علشان هو ده الهامش. طب ازاي اكبر او اصغر الهامش بتاعي؟ هقول لكم، عندنا طريقتين، الطريقه الاولانيه والاسرع والاسهل ان احنا نقف كده في الجزء العلوي من الصفحه عند المسطره وامسك كده واقوم محركه محركه، انا كده عملت ايه؟ صغرت الهامش بتاعي. ممكن كمان اكبره عن طريق ان انا اتحرك الناحيه الثانيه جهه اليمين. طيب في حاجه، لو انا ما لقيتش المسطره بتاعتي دي موجوده فوق زي ما هي عندي كده، اظهرها منين او منين اجيبها؟ هنروح للتبويب اللي اسمه فيو، هلاقي فيه عندي جروب اسمه جروب شو، ده موجود فيه حاجه اسمها رولر ومتظلل عليها، هو معمول عليها تشيك يعني ظاهره معانا. لو ما لقيتش المسطره او الرولر ظاهره عندك بتجيبها من المكان ده. طيب ممكن كمان اتحكم في الهوامش بتاعتي منين؟ هنروح لتبويب اسمه لاي اوت، واول امر ناحيه الشمال هلاقي حاجه اسمها مارجنز، لما هفتحها كده هلاقي فيه هوامش جاهزه ومقاسات هو مديها لي من عنده. ممكن اختار حاجه مثلا زي نارو، بصوا ايه اللي حصل، هتلاقوا ان السطر بتاعنا بقى بيتكتب من خد مساحه كبيره جدا من الصفحه. تمام، طيب تعالوا كده نبص على الملف عامه. هنبص على كلمه الخطه من فوق، هنلاقي ان العنوان ده لازق قوي في التاريخ اللي المفروض مكتوب في راس الصفحه. طيب اعمل ايه علشان ابعده عنه؟ هقف كده قبل كلمه خطه اجازه اخر العام وهدوس انتر، يبقى انا كده نزلت سطر لتحت. تمام، كده احنا خدنا كل الحاجات اللي عرفناها النهارده، ان شاء الله تكون سهله وبسيطه عليكم. فهمتي كل حاجه؟ شكرا جدا، انا هروح بقى بسرعه علشان اعمل الحاجات دي كلها وافرجها لبابا علشان ينبسط مني. وانتوا كمان يا اصحابي عايزاكم تروحوا تطبقوا كل الحاجات اللي اخدناها، واي سؤال ليكم هنحط رابط الفيسبوك وهنرد على اي سؤال. اشوفكم على خير، سلام عليكم ورحمة الله، باي باي.